صراحة لاكوي ديال الجمهور هنا في أكادير كان واحد لاكوي لي كبير بحال ديما، ماشي أول مرة كنلعبو في مدينة أكادير. الحمد لله المباراة دازت في مستوى كبير. عندنا دابا مباراة أخرى، غادي نحاولو نعطيو المجهود ديالنا بحال ديما ونكملو في هذا الخط التصاعد. والكلمة اللي كان بغي نقول للجمهور هي يعني يزيدوا يساندوا هاد اللاعبين بحال اللي ساندوهم ديما، وهادشي اللي كاين. ان شاء الله حنا كنحسوا بواحد المسؤوليه باش نعطيو لعشاق المنتخب الوطني والمغاربه كاملين داكشي اللي تيتسناو، وان شاء الله يكون خير. وبالفعل لا موينداج كما شتي فهي صغيره، وكما قلت لك الدراري هادو غادي يفوتونا حنا في المستقبل، غادي يكونوا لعبة كبار يعني اكثر من داكشي اللي زعما اللي داز من قبل اكيد. والحمد لله فكما شتي الكره ديال اليوم كتعتمد بزاف على لي جون، والحمد لله فعندنا ماشي غير فرقه واحده، عندنا ثلاثه الفرق الحمد لله، ولاعبين في مستوى كبار اللي كاينين، وحتى شي واحدين اللي ما كاينينش الحمد لله.